والله لحمي لحمي بيتبورش. قصة الإمام بن حنبل والخباز، هذه القصة الرائعة التي سنتعلم منها فائدة الاستغفار، هو المخرج من كل ضيق ومفر من كل هم في هذه الدنيا، وباب من أبواب استجابة الدعاء. فهيا بنا لنتعرف على هذه القصة. كان الإمام أحمد بن حنبل يريد أن يقضي ليلته في المسجد، ولكنه منع من المبيت فيه بواسطة حارس المسجد، لأن الحارس لا يعرف ابن حنبل أنه كان في مدينة أخرى. حاول الإمام ولكن لا جدوى. قال الإمام للحارس: سأنام موضع قدمي. وبالفعل نام مكان موضع قدميه، فقام حارس المسجد بإبعاده من مكان المسجد. كان الإمام شيخا وقورا تبدو عليه ملامح الصلاح والتقوى، رآه خباز، فلما رآه بهذه الهيئة عرض عليه المبيت، وذهب الإمام مع الخباز. فذهب الخباز لتحضير عجينة لعمل الخبز. سمع الإمام الخباز يستغفر ويستغفر، ومضى وقت طويل وهو على هذه الحال. فتعجب الإمام أحمد بن حنبل، فلما أصبح سأل الإمام الخباز عن استغفاره في الليل، فأجابه الخباز أنه طوال ما يصنع عجينة ويعجن فهو يستغفر. فسأله الإمام: وهل وجدت للاستغفار ثمرة؟ والإمام يسأل هذا السؤال وهو بالطبع يعلم ثمرات الاستغفار. فقال الخباز: نعم، والله ما دعوت دعوة إلا أجيبت، إلا دعوة واحدة. فقال الإمام أحمد: ما هي؟ فقال الخباز: رؤية أحمد ابن حنبل. والله لحمي لحمي بيتبورش. فقال الإمام: أنا أحمد ابن حنبل، والله إني جررت إليك جرا. ففي النهاية لا نملك غير أن نقول: سبحان من جعل الاستغفار مخرجا من كل ضيق، ومفرا من كل هم، وبابا من أبواب استجابة الدعاء. أيضا يا إخواني الكرام، لا تنسوا إعطاءنا آراءكم في التعليقات، وشكرا لكم على المتابعة، وغدا إن شاء الله حلقة جديدة.